سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نديروا تتمه للحلقه ديال البارح اللي هي سلسله ديال وجبات الاطفال المدرسيه، وما نطولش عليكم ونخليكم ان شاء الله مع المقادير. المقادير ديال الوجبه ديال اليوم هي كالتالي: عندنا شويه ديال الخس، مطيشه، الكفته، الفرماج ديال الساندويتش، هذا داك كيكون مربع، شويه ديال البصله، وهاد الخبيزات ديال الساندويتش. غنحتاجو شويه الزيت مليحه والبزار. غادي ندوزو نطيبو الكفته ديالنا. بالنسبه للبصله انا ما غاديش نديرها خضراء، غادي نطيبها مع الكفته. الكفته هنايا متبلاها، فيها الملحه والبزار، داكشي اللي كيدار في الكفته، متبله الكفته. غادي ندوزو نطيبو الكفته هي الاولى، بعد نرجعو. بالنسبه للبطاطا اللي غادي نرافقوا بها الساندويتش، انا ما غاديش نقليها، غادي ندخلها الفران، غنستفوها في لاطا بحال هكا وغندخلوها الفران. رشيتها بشويه الملحه، الا بغيتي تزيدي تحميره او اي حاجه، وغادي نديروا لها هكا خويت ديال زيت العود، صافي. وغندخلوها طيب في الفران باش نتفاداو القلي، ما نقليوش وما نعطيوش لوليداتنا شي حاجه اللي مقليه في الزيت. غنديروها الطريقه هذه. من بعد ما درنا البطاطا في الفران، جينا نشوفوا الكفته. الكفته عندنا هنايا طابت، كنحيدوا البصله ملي كطيب وكنديروا فوق الكفته، كنديروا الفرماج. الهدف ديالنا هو الفرماج خاصو يذوب من فوق. ملي طابت لينا الكفته ديالنا والبصيله، غادي نديروا الفرماج. درت الفرماج من تحت باب، من تحت الكفته، وغنديروا حتى من الفوق. عندنا هنا غنديرو، نقادو دابا الساندويتش ديالنا، نديرو لي طوماط، هاد المطيشة هاكا، نفرشو شي شوية ديال الخس، غنجيو هنا وغادي نديرو الكفيتة لي فيها الفرماج من تحت ومن الفوق، شي شوية ديال البصيلة، تعطيها واحد لوكو زوين محمر. نتوما على حسب الذوق ديالكم، ولا بغيتو تزيدو شي صوص ولا صافي. دابا ها الساندويتش عندنا واجد. البنات، كانت هذه الوجبه ديال اليوم عباره عن ساندويتش مرافق بهاد لي فريت هادو، البطاطا اللي دخلنا الفران، و سالاد دو فروي درنا فيها الخوخ والبنان والرمان والتفاح. صافي، ما بقى لنا دابا غير نديروهم في دي بواط ونعطيهم لوليداتنا يدوهم للمدرسه، ولا نتوما نيت الناس اللي خدامين حتى هما يا ممكن يدو هاد الوجبه للخدمه ديالهم. والحلقه ديال اليوم سالات، وان شاء الله نتلاقاو غدا في وجبه جديده. وما تنساوش، ما تنساوش اللي كنقول لكم ديما، الى عجبكم الفيديو ديروا له جيم وتخلوا لي كومونتير، وديروا وتبركوا على الزر ديال سابوني اللي كاين هنا لتحت بالاحمر. يلا، السلام عليكم.